استهداف حديقة أطفال في حي الصاخور 10/9/2012. استهداف حديقة الأطفال في حي الصاخور. طيران حربي تدمير جزء كبير من الحديقة. هنا حديقة أطفال للعب أطفال. ليس يوجد لا إرهابيين ولا سلفيين. ليش استهدفوا حديقة الأطفال؟ يا حجي هذا بشر عن صيدا والشاب الأهالي يروح في الفيلات جوا هني في الفيلات فرّا شوف الدنيا شو خربانة عنا. الله أكبر. السيارة فرّا شلون هرّا والنيّة.